بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وبركاته. اهلا وسهلا بكم في محاضره جديده من محاضرات بي ام بي اكزام بريبريشن كورس. في بدايه المحاضره احب ارحب برايا. ازيك يا رايا؟ الحمد لله. الاخبار كله تمام؟ نكمل مع بعض الكوميونيكيشن. النهارده ان شاء الله هناخد المانج كوميونيكيشن. المانج كوميونيكيشن هي في الاكسكيوتنج جروب. في المانج احنا عندنا خطه بنطبقها على مدار المشروع. It enables an efficient and effective information flow between the project team and the stakeholders. يعني احنا عندنا خطة عملناها بنضمن ان نطبقها بشكل مظبوط وفعال ومؤثر. تمام؟ تمام. عندنا المانج كوميونيكيشن بتهتم باختيار الاتي. السندر ريسيفر موديل، ايه الموديل اللي انا هستخدمه في التواصل بين الستيكهولدر والتيم؟ تمام. التشويز اوف ميديا، ايه الميديا اللي هستخدمها في الموديل بتاعي؟ الرايتنج ستايل، الالفاظ، الكلمات، الافعال اللي انا حكماني في مخاطباتي او ايميلاتي في المشروع. الميتنج مانجمنت، الميتنج مانجمنت دي مهمه جدا. لو انا عايز اعمل ميتنج، هل بيبقى له اجنده مسبقه؟ طب مسبقه بقد ايه؟ طيب الخطوط العريضه اللي فيها واضحه ولا الخطوط العريضه والديتيلز بتاعتها؟ وهكذا. مين هم المدعوين او ايه الليفل بتاع دعوه كل ميتنج؟ لو انا بتكلم على ميتنج مثلا للبرفورمانس، الليفل بتاعي هيوصل لحد فين؟ عايز مدير المشروع، عايز احد اعضاء الفريق، عايز احد اعضاء المالي، عايز اعضاء القانوني، وهكذا. القوام بتاع الميتنج يعني. الفاسيليتيشن، ايه سبل التيسير اللي عندي؟ هستخدم وايت بورد، هستخدم بروجيكتور، في لابتوبس موجوده سهل العرض. الاكتف ليسننج، ان انا اكون مستمع جيد، استمع واتفاعل بشكل جيد مع الفريق والستيك هولدر. الانبوتس والتوب التكنيكس والاوتبوتس. الانبوتس البروجكت مانجمنت بلان، البروجكت دوكيومنتس، ورك بيرفورمانس ريبورتس، انتربرايز انفيرمنتال فاكتورز، اورجانيزيشن بروسيس اسيت. التوب التكنيكس كوميونيكيشن تكنولوجي، كوميونيكيشن ميثودز، الكوميونيكيشن سكيلز، بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، البروجكت ريبورتنج، الانتربرسونال اند تيم سكيلز، الميتينجز. الاوتبوتس اللي عندي بروجكت كوميونيكيشنز، ده المخرج الرئيسي اللي هو بعمل اوريدي الكوميونيكيشن في المشروع. البروجكت مانجمنت بلان ابديتس، البروجكت دوكيومنتس ابديتس، الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس ابديتس. نخش على الانبوتس. البروجكت مانجمنت بلان هاخد منها الريسورس مانجمنت بلان. ديسكرايب ذا كوميونيكيشن ذات ار نيديد فور مانجمنت اوف تيم اور فيزيكال ريسورسز. احنا زي ما احنا قلنا ان البروجكت الريسورس مانجمنت بلان فيها التيم مانجمنت بلان، وبالتالي طريقه التواصل وادارته موجوده فيه، فهستخدمها اكيد لما اجي اعمل الكوميونيكيشن. تمام. بالاضافه الى الفيزيكال ريسورسز، ان بعض الفيزيكال ريسورس بتحتاج اتصال بشكل مختلف. ازاي؟ لو انا مثلا محتاج ااجر جرار، فده بيبقى له فورم مختلفه، بيبقى له تعاقدات، له ريكويست معين. تمام. تمام. الكوميونيكيشن مانجمنت بلان describes how project communication will be planned, structured, monitored and controlled. اكيد لو انا هطبق الاتصالات وابدا انفذها، لازم اخد الحدود والجايد لاين بتاعي من الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. stakeholder engagement plan describe how stakeholder will be engaged through appropriate communication strategies. طبعا stakeholder engagement plan فيها ازاي بادير الستيكهولدر، وبالتالي اطبق افضل الاستراتيجي الاتصال ما بين التيم والستيكهولدر. تمام. البروجكت دوكيومنتس التشينج لوج يوز تو كوميونيكيت تشينجز اند ابروف ديفيد اند ريجكتد تشينجز ريكويست تو ذا امباكتد ستيكهولدرز. انا لما اعمل تشينج ريكويست، ممكن التشينج ريكويست ده يحصل له ابروف او ريجكت او بوستبون، ممكن يتاجل. تمام. تمام. طيب مش الشنج دوت مبني على طلب احد الستيكهولدر؟ ايوه طبعا. في ستيكهولدر طلب حاجه معينه، تاني طلبنا الشنج ريكوست ده،
طيب مش لازم ابلغ الستيك هولدر اونر بتاع التشنج ده عشان يعرف التشنج ريكوست بتاعه حصل فيه ايه, الطلب بتاعه حصل فيه, ده لازم يتطبق من خلال الاتصالات وسيله الاتصال. الايشو لوج انفورميشن اباوت ايشو از كوميونيكيتد تو امباكت ستيك هولدر. اي ايشو بتحصل في المشروع بيبقى ليها ستيك هولدر بيتاثر فيه وليها برضك الستيك هولدرز هم اللي بيحلوهم مسؤولين عنها. تمام, لازم اعمل وسيله اتصال عشان ابلغهم بالايشوز دي بالظبط ايه اللي حصل فيها. Lesson learned register used to improve efficiency and effectiveness of communication and the communication process. احنا احنا قلنا اي lesson learned هو عبارة عن best practice من الماضي بطبقها في الحاضر بتاعي دلوقتي. عشان احسن لي جودة الاداء دلوقتي بالظبط كده في اي عملية باي شكل. اي lesson learned هي دروس مستفادة للعملية نفسها سواء كان communication سواء كان quality سواء كان schedule. في اي مرحله هي بتحسن المرحله دي بتساعدني في تحسين الاداء في المرحله دي بالظبط لان بتعلم من اخطاء اللي كده. الكواليتي ريبورت these reports are forward to those who can take corrective action in order to achieve project quality expectations. انا الكواليتي ريبورت دوت بيبقى فيها ريكومنديشن. تمام, في كوركتيف اكشن تاخد اقول له ريكومنديشن عشان يتحسن يحسن وضعه. فلازم من خلال تطبيق الاتصالات ما بين الفريق الجودة والستيك هولدر المسؤولين عن تنفيذه سواء كانوا أعضاء فريق أو مسؤولين لازم أن يوصل لهم الكواليتي ريبورت أثناء عملية التواصل عشان يحسنوا جودة. الجودة المطلوبة. طبعا الريسك ريبورت presents information on source of overall project risk together with summary information on identified individual project risks. This information is communicated to risk owner and other impacted stakeholders. أي risk له risk owner مسؤول عن أنه يخطط له وأنه يتابعه وأنه يتعامل معاه إذا حدث. صح؟ طبعا. وأكيد أي risk بيحصل بيأثر على بعض الستيكهولدر اللي ما كانش كلهم ما كانش المشروع كله. طبعا. فاهم؟ فأنا لازم أكون دايما على اطلاع بالريسك ريبورت عشان بشكل دائم اوصل الريبورت دوت لكل المسؤولين او المتاثرين بالريسك اللي اوريدي حصل. الستيك هولدر ريجستر The stake holder register identifies the individuals, groups or organizations that will need various type of information. اكيد انا هعمل كوميونيكيشن ما بين الستيك هولدر فلازم يبقى عندي على الاقل الستيكهولدر ليست بكل فئاتهم سواء كان انديفيدوال او جروب او اورجانيزيشن عشان اعرف ازاي هتعامل معاهم او اوصل لهم المعلومات. اوريدي هم دول اللي انا هبوصل لهم المعلومات وبتواصل معاهم فلازم ابقى عارفهم كلهم عشان اعرف وسيله الاتصال بيهم او وسائل الاتصال بينهم وبين بعضهم. تمام, وايه كم المعلومات المتداوله بينهم. الورك بيرفورمانس ريبورت ورك بيرفورمانس ريبورت ار circulated to the project stakeholders through this process as defined in communication management plan. The work performance report أصلاً بيبقى خارج من الكواليتي. تمام؟ ده بيقول لي المشروع حالته إيه؟ ماشي كويس على الترند مظبوط ولا في تأخير؟ أداؤه إيه دلوقتي؟ بالظبط. حالته إيه دلوقتي؟ طيب مش أنا بحدد مين هم اللي بوزع لهم البرفورمانس ده؟ طبعاً. ولأي ليفل؟ أي. يعني في ليفل أوري له ترند سكادول بس. وفي ليفل اوري له الترند سكادول وفلوس. صح؟ صح. باخده وبستخدمه في المانج كوميونيكيشن طبقا للحدود والجايد لاين اللي محطوطه لي في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. لان الكوميونيكيشن مانجمنت بلان بتحدد لي مين ياخد المستوى ده ومين ياخد المستوى ده. تمام؟ تمام. الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور. الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز هي بتاثر على المشروع ان كان governance framework, stakeholder risk threshold, personal administration policies, established communication channels, tools and systems, geographic distribution of facilities and resources. بتأثر بشكل عام على المشروع في كل الأجواء المحيطة بالمشروع. The organization process assets. نفس الكلام اللي كان بيتقال في كل process قبل كده. The organization process assets بتأثر على المشروع. لو في عندك historical information, لو في عندك
بروسيدور معينه، بوليسي معينه خاصه بالمنظمه، كل ده بيحدد لي سبل التواصل ما بين في المنظمه ازاي. نخش على تول التكنيكس الكوميونيكيشن تكنولوجي. Factors that influence the technology include whether the team is collocated, the confidentiality of any information that needs to be shared, resources available to the team member, and how the organization culture influences the way in which meetings and discussions are normally conducted. The communication technology, بختار التكنولوجيا المناسبة للمشروع وطبيعته طبقا التوزيع الجغرافي، طبقا الفريق بتاعي موجود كله في مكان واحد ولا بره البلاد في مكان متفرقة، هل الناس بتتداول معلومات قمة في السرية ولا معلومات بسيطة ومفيش مشاكل خالص كل الناس ممكن تعرفها عادي في شفافية في الموضوع. زي مثلا لو انا هتواصل في مجموعة في المشروع كله في مكان واحد ممكن استخدم سنترال داخلي، تمام؟ طيب لو انا المشروع بتاعي مش كله في مكان واحد، يعني في ناس في القاهرة وفي ناس في المغرب وفي ناس في الجزائر وفي ناس في الامارات، طب هل التواصل هينفع استخدم سنترال داخلي؟ لازم استخدم حاجه وورلد وايد فويس اوفر اي بي وهكذا، فاستخدم تكنولوجيا تبقى للوضع المشروع نفسه. الكوميونيكيشن ميثودز شرحناها قبل كده، الانتر اكتيف كوميونيكيشن ان انا بتجاذب طرف الحديث انا وكل الاستيكهولدر او التيم اللي معايا زي الفيديو كونفرنس مثلا. البوش كوميونيكيشن دوت انا ببعت المعلومه لكل الناس بشكل مباشر او لكل الناس المنوطه بشكل مباشر، انا ببعت لهم سواء ايميلز سواء مجله سواء بوستة، ما يهمنيش هم فهموها ولا هي، المهم انا ببعتها وبس. وفي اوقات ممكن ما يكونش عندي اكنولوجي ان هم استلموها حتى ولا لا، يعني لو بعت ايميل ممكن ما يديش ريسبونس ان هو استلمه، بس انا ببعت بوش ببعت لكل الناس. البول كوميونيكيشن انا ما ببعتش حاجه حد خالص، انا برفع كل الداتا على سيرفر او على مكان وكل الناس تاخد منه، قلنا زي مثلا اللي محتاج معلومه بياخدها بالظبط، انت تخش تدور على المعلومه انت عايزها وتاخد اللي انت عايزه. بول كوميونيكيشن بتسحب المعلومه اللي انت محتاجها. الكوميونيكيشن سكيلز مهارات الاتصال، communication competence، feedback، non-verbal presentation. A communication competence, a combination of tailored communication skills that consider factors such as clarity of purpose in key message, effective relationship, and information sharing and leadership behavior. ازاي الكلام ده نفهمه بالراحة كده؟ دي مهارة الاتصال، ان انا استخدم سبيل الاتصال اللي عندي سواء كانت الالفاظ اللي بستخدمها او الكلمات او التكنولوجيا اللي بستخدمها سواء كانت ايميل او تليفونيا او مخاطبات او فاكس، وابدا افصلها بشكل يخليني اوصل المعلومه بشكل واضح وصريح ويحفز اللي قدامي انه يتجاوب معايا اكتر. ازاي؟ يعني لما اجي ابعت فاكس ابعته واضح. طيب انا اديت الفاكس كتير قوي، ما فكرش اني ابعت فاكس بقى او ابعته ايه ايميل، اقدر انسقه بشكل افضل، اقدر اوضحه بشكل افضل، وابدا ابعت اتشمنت توضيحيه اكتر فهو يقدر يطبعها اسهل. طيب لو انا في مكان شايف ان انا في مكان ما، يبقى ما بعتهاش ميل او بعتها بوسطه عشان تبقى رايحه له ايه سهله، لان هو لو راحت له ميل ممكن يبقى عنده اتصال مش كويس، ممكن يبقى فيش برينتر كويس على حسب طبيعه المكان اللي هو فيه. لازم اكون انا عندي اويرنس للوضع اللي هو فيه عشان اقدر اعرف اصل الاتصال معاه ازاي بالظبط، وافصل كل المتاح عشان المعلومه تبقى واضحه اكثر ما يمكن. طيب الفيدباك، information about reactions to communication a deliverable or a situation example coaching and monitoring and negotiating. يعني ايه الفيدباك في النقطه دي؟ في النقطه دي معناها ان انا لما ببعت الايميل كان صدائي فيه مظبوط ولا محتاج توضيح ولا الخط كان صغير فهو ما قراش كويس، ابدا اعرف من خلال النيجوشيتنج هل سبل الاتصال ديت مظبوطه ولا لا.
يعني انا بطبق الاتصال، الاتصال قال لك انا بستخدم الميل. طيب اوكي الميل معنا ممكن اخلي الخط كبير شويه اوضح او متنسق افضل، عباره عن بوينتس بدل ما هو كلام ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لا احدده نقط. لو انا هبعت مثلا اجتماع وهكذا، فابدا اعرف فيدباك من الانفورميشن اللي انا بعتها دي، من المستقبل الرياكشن بتاعه ايه. هل فهم الكلام دوت ولا ما فهموش؟ ولو فهموا بنسبه 80% 20% الضعف ديت ضعف بسبب ايه؟ عشان ايه؟ احسن النون فيربال. اكزامبل اوف نون فيربال appropriate body language to transmit meaning through gestures, tone of voice and facial expression, mirroring and eye contact are also important techniques. هل كل communication بيبقى بشكل واضح وصريح؟ يعني هل لو انا شاورت لحد اللي هو body language يعني تعالى، هذا مش communication. الcommunication بيبقى فيه non-verbal اللي هو تعبيرات الوش، وانا بتكلم معاك بتعرف ان في انت متفائل، يبقى في ان شاء الله ترند كويس، في تقدم في المشروع. لا ممكن نفس المعلومه بس وشك قافل شويه او مستاء جدا، يبقى حصلت مشكله، حصلت في تاخير في الريسورس مثلا او في التقدم بتاع المشروع. كل اسلوب الاتصال دي بتخش معانا في الكوميونيكيشن للمشروع. تمام. البرزنتيشن. A presentation is of the formal delivery of information and or documentation. Progress report, background, general or specific information and it. Representations, the formal. أنا الوقت كل فيز أو كل آخر شهر بعمل presentation عن مشروع بتاعي. تمام؟ تمام. دي حاجة formal. بقدم فيها الـ performance بتاعي، الـ image value، الخطوة اللي قدام اللي هعملها، تأثير المشروع إيه بعد كده لو انا بقدم المشروع لاول مره وهكذا. البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم هو عباره عن سوفت وير، ازاي ببدا اعمل مانجمنت للكوميونيكيشن من خلال سوفت وير. الكترونيك بروجكت مانجمنت تولز زي بروجكت مانجمنت سوفت وير، ميتنج اند فيرجوال اوفيس سبورت سوفت وير، ويب انترفيسز وهكذا. ده عباره عن ايه؟ لو انا بتواصل معلومات مع الستيك هولدر ومع التيم من خلال ويب سايت، زي مثلا ويب سايت للتريننج. كل التيم ممبر عندي ليهم داشبورد شغالين عليها، وكل الاودينس هم الستيك هولدر بالمناسبه، يعني ده الكاستمر بتاعي شغالين برده من خلال ويب سايت. ده الكترونيك بروجكت مانجمنت تول. تمام؟ تمام. او الكترونيك كوميونيكيشن مانجمنت زي الايميل، فاكس، فويس ميل، اوديو فيديو اند كونفرنسنج، وبسايتس وان ويب بابلشنج وهكذا. الالكترونيك كوميونيكيشن مانجمنت في كوميونيكيشن بيبقى مبني على التكنولوجيا زي الايميل والفاكس وفويس ميل، دي تكنولوجيا بس مش بروجكت مانجمنت تول، ولكن بيبقى وسيله نقل المعلومات والتواصل للمشروع. تمام؟ تمام. السوشيال ميديا مانجمنت، ويب سايتس اند ويب بابلشنج اند بلوج اند ابلكيشنز which offers the opportunity to engage with scholar and from online communicate. طبعا احنا دلوقتي في حاجه يعني ظاهره جامد قوي، ان كل ويب سايت بيبقى له حاجه اسمها دعم فني بيتعمل من خلال سوشيال بلاتفورم. البروجكت سبورتنج، البروجكت سبورتنج is the act of collecting and distributing project information. A project information is distributed to many groups of stakeholders and should be adapted to provide information at an appropriate level, format and detail for each type of stakeholder. زي هو performance information كده، بس ده report. ال project report بقى بيدي conclusion، باخد ال information وابدأ اعمل فيها ايه؟ اطلع منها نتيجة نهائية وابدأ ابعتها للستيكهولدرز المنوطين باتخاذ القرار طبقا للكونكلوجن ده. زي ما احنا قلنا ان الداتا هي داتا اوليه تيجي من خلال رو داتا. بالظبط كده، هي رو داتا مبدا اجمعها ونظمها تبقى انفورميشن مفهومه مقروءه، يبدا تتنظم تتحلل، يبقى يطلع منها ريبورت لو كونكلوجن اخد على اساسه قرار او يساعدني على الاقل في اتخاذ القرار.
الـ interpersonal and team skills. الـ active listening لازم أسمع جيد. وأنا بعمل communication management. conflict management إدارة المشاكل لو حصل أي منازعات بين اثنين في التيم أو مجموعة أقدر أحلها إزاي وحنا في خمس طرق ليها. الـ culture awareness لازم أأوير بالثقافات للمنظمة والتيم والاستكودر اللي أنا شغال معاهم. هل متعددين الجنسيات؟ هل في تعصب لحاجة معينة أو اتجاه معين؟ الميتنج مانجمنت طبعاً ده مهم جداً إن أنا أبقى الميتنج لازم يدور بشكل مظبوط، يكون فيه جراوند رول واضحة للجميع، يكون فيه أجندة واضحة للجميع، يكون نقط مفهاش ومود أو تداخل مع بعضها. النتوركينج استخدام كل سبل المنظمة وتطويحها في إدارة الاتصال بيني وبين الستيكهولدر وبين التيم. البوليتيكال أورنس لازم أبقى على دراية على الوضع السياسي من المشروع بتاعي، هل هو مشروع قومي درجة معينة من الاهتمام ولا هو مشروع عادي وهكذا. الميتينز الميتينج supports the action defined in the communication strategy and communication plan. يعني أعتقد أنها شرحة نفسها مش محتاجة شرحة. الأوتبوتس البروجكت كوميونيكيشن زي ما احنا قلنا احنا بنعمل استراتيجي وبعد كده بنطبقها. هنا الأول بتاعي هو تطبيقها نفسه. All the activities that are required for information to be created, distributed, received, acknowledged and understood. كل الأكتيفيتي اللي أنا بتبعها وبعملها عشان المعلومات تتجمع وتتوزع وتوصل ويستلموها ويفهموها. بالضبط كده. تمام. Such as performance reports, deliverable status, schedule progress وهكذا. البروجكت مانجمنت بلان ابديتس. اكيد وانا بعمل اتصال ممكن يحصل شو الاقي بيست براكتس في الاتصال افضل من اللي كان موجود في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. انا اوريدي حاطط انا هستخدم الايميل. لقيت ان الايميل بيتاخر جدا الريسبونس بتاعه. ممكن يبقى الناس على طول مش على طول فاتحه، لا في مشكله في الانترنت فالناس مش قادره تتواصل كويس. فقلت لا انا هغير الاستراتيجي بتاعتي وهستخدم طريقه تانية، هتبقى الموبايل او انا هعمل سيرفر خاص بيا عشان اضمن وصول الايميل بسرعه وصول الايميل بشكل افضل. تمام. فهو ده بيذكر في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. تمام. طيب لو ده اتغير على ارض الواقع هحتاج تشنج ريكويست، هحتاج لان ممكن يغير لي في الكوست طبعا، ممكن يغير في زيت او ممكن يغير في السكادول. فبيحتاج تشنج ريكويست. لو بيحصل ابروز عليه ممكن يغير الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. واكيد الستيكهولدر انجيجمنت بلان مرتبط ارتباط وثيق بالكوميونيكيشن. لان انا بعمل اتصال ما بين الستيكهولدر والتيم. بالظبط كده. البوش دوكمنت ابديتس ايش لوج. ندي مثال عشان نشرح الخمسه ابديتس دول مع بعض. لو انا عندي سبلاير اتاخر تمام واخر لي المشروع شويه، ده ايشو لازم اسجله في الايشو لوج. تمام. تمام. فاكيد انا لما بعت له ومردش عليا وبعد كده بعت له استعجال تاني ومردش كده عندي مشكله، فلازم انا ابديت للايشو لوج اللي كان عندي. فاحط ايشو جديده ان المورد ما بيردش او امتنع عن التوريد. طيب مش ده اداني دروس جديده مستفاده؟ طبعا. ان انا احط حدود اكتر للموردين، ان انا ما اتعاملش مع المورد ده شخص وهكذا. فممكن اغير لي في الليسون ريجستر، اداني دروس مستفاده جديده فاحطها في الليسون ريجستر الابديتد. طب ده مش ممكن يعمل لي امباكت على سكادول؟ طبعا ممكن اغير بروجكت سكادول. تمام. طيب مش ده ظهر لي ريسك جديد ان انا ممكن اتاخر في المشروع اكتر نتيجه تاخير الموارد؟ نتيجه الموارد اتاخرت طبعا. تمام. ما لحقش اجيب مورد تاني دلوقتي طبعا، فممكن اعمل ريسك ريجستر ابديت. طيب مش انا لما هجيب مورد تاني ده يبقى انا عندي ستيك هولدر دخل وفي ستيك هولدر اللي هو المورد القديم خرج. ايوه. يبقى المفروض اغير الستيك هولدر ريجستر ابديت من جديد. تمام. الاورجنايزيشن بروسيس اسيتس ابديت. انا بعمل اتصالاتي
وبعمل ريبورتس كل الانفورميشن بوزعها للناس كل الستيكهولدر كل واحد اتاثر بريسك معين او هو ريسك اونر كل ده مش ممكن يغير لي بعض التواصل او سبل التواصل ما بين الناس هيديني خبره افضل ان انا الفورمات اللي بستخدمها في المينيتس وفي ميتنج مثلا او الدوكومنت اللي بستخدمها البروش ريكورد تتغير ما الفورمات ديت كلها عباره عن اورجانيزيشن بروسيس اسيتس وكده خلصنا المانج كوميونيكيشن احب اشكركم واشكر رايك شكرا رايك شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.